طيب لو نجحت، احنا بدأنا من 5000 معلم، وزي ما قلت حضرتك بكره هيكون اول بدايه في قنا. مظبوط تمام. اذا نجحت التجربه، هل هيتم تعميمها على مستوى الجمهوريه؟ هل هنطالب. هيكون برنامج متوازي مع وزاره التربيه طبعا والتعليم؟ هنطالب وبشده. وعندما يكون محافظ زي سياده اللواء عادل لبيب يعطي ثناء على هذا التدريب واثره، يبقى انا خدته في صفي، في صف المشروع. في الحاله ديت نقدر ان احنا نقول لسياده المحافظ اقف معانا في الوزاره بقى، المشروع نجح عندك في المحافظه، تمام، خليك سبورت لينا لما نيجي ندخل وزاره التربيه والتعليم، نقول لهم يا جماعه المناهج دي مهم قوي 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 لاداء المعلم. الدعم منين؟ الدعم المادي احنا كجمعيه محتاجين سبونسر، محتاجين رعاه طبعا، لان المعلم لا هيدفع ولا الوزاره هتدينا فلوس. انتوا بادئين دلوقتي يعني، بدات عملتي اوريدي اللي هي في مدينه نصر وشغالين، تمام. طب كل ده منين؟ مين بيدفع لكم؟ مين شركه ام اس بي للتدريب والاستشارات الاداريه هي المتحمله هذا الموضوع باكمله، الى ان نبحث عن رعايه يبداوا يساعدوا في هذا المجال. تمام. فانتوا كمنظمه مجتمع مدني برضو محتاجين رعايه لهذا المشروع. طبعا. هل ده المشروع الوحيد اللي بتقدموه ولا في كمان مشاريع اخرى؟ ده المشروع الاول والفريد من نوعه اللي ملناش فيه منافس. ملناش فيه منافس. لا قصدي اقول انتوا عندكم كمان مثلا مشاريع تانية او حملات تانية في مختلف مجالات ولا بس مركزين؟ احنا مركزين على المشروع ده بصفته المشروع الاول والاساسي بتاع الجمعيه، لكن عندنا رؤيه اخرى في ان احنا نعمل برامج تدريبيه للايتام وللفقراء، عندنا برامج اخرى، ولكن هي بس التركيز يهمنا في المرحله الاولى. ومهم جدا التركيز. بداتي بجمله مهمه جدا وقلتي المعلم هو من أهم، إنما يكون هو أهم عنصر لتربية وصناعة الأجيال القادمة. من احتكاكك المبدئي مع المعلمين في مدينة نصر وبعد كده يعني في المراحل التانية، شفتي إيه اللي بيعاني منه المعلم المصري بمنتهى الصراحة؟ هو لو احنا هنتكلم عن معاناته فهو بيعاني من امور كتير قوي. بتيجي البرنامج بيعمل معالجه، ايه يعني ايه برنامج تدريبي؟ يعني ايه علوم دوليه؟ خلينا بس ندي التعريف ده عشان نقول ازاي ده احنا بنعالجه. هو بيدخل لي بكم من الطاقه السلبيه، عنده مشاكل في بيته وفي اسرته وفي مدرسته مع مديره مع الطلبه، وبيشتكي من الطالب وبيشتكي من ولي الامر. بنبدا نقول له انت حضرتك المسؤول، مسؤول ازاي؟ ان توجد دافع للتعلم عند الطالب بايه؟ بواحد اتنين تلاته بقى خلال التدريب. ان حضرتك مهنتك دي رسالة قبل أن تكون مهنة، بإيه؟ بواحد اتنين تلاتة جوه قاعة التدريب. فبيخرج من عندي بطاقة إيجابية، عرف إزاي يخزن أوامر إيجابية في عقله الباطن، إزاي يترجمها بسلوك، بدأ يلمس التغيير ده من أول يوم في التدريب. فبدأ يشعر بالانتماء للتدريب ورغبته المستمرة للتدريب والتطوير، فيبدأ يكتسب المهارات، فيبدأ يتطور معايا. هاي بس هي إيه يعني؟ هو زي ما انت قلتي هو بيخش لي بطاقة سلبية، ما هي الطاقة السلبية دي نبع من مشاكل. أنت باحتكاكك مع المعلمين أو باحتكاككم أنتم كمدربين مع المعلمين، شفتي إيه المشاكل اللي بيعاني منها المعلم المصري؟ هي العنوان يعني الرئيسي الراتب، مفيش فيه خلاف ديت. العنوان الرئيسي بس ما هي علاقة الراتب بمستوى التعليمي أو الفكري؟ هو مش ساتسفايد، هو مش راضي عن، فبالتالي ما عندوش ده حضرتك حماس. ده اللي بيقولوه الناس العادية، الشخص اللي هو الشخص اللي هو ما اتدربش، الشخص اللي بيدخل جوه التدريب بيتعامل مع الموقف أيا كان. ما خلاص انت دلوقتي مطلوب منك انك تأدي مهنتك، والوضع الحالي بهذه الطريقة، ايه الحل؟ ننسحب عن دورنا؟ طب تعالى ننسحب. انسحبوا، مين يربي ولادنا؟ اذا لابد ان نتعامل مع الموقف ايا كان، ونتوجه الى وزاره التربيه والتعليم، لا حطي في حسبانك انك تهتمي بهذه الجزئيه ونمشي على التوازي. لكن مش هينفع على الاطلاق ان انا انسحب عن مهنتي او عن دوري انا كمعلم. احنا بنحييكم على هذه التجربه الفريده، واعتقد احنا هنكون بنتابعها من خلال نهارك سعيد. احنا بنحاول نتابع اي تجربه ايجابيه على مستوى المجتمع المدني، اعتقد ان هو ده اهم دور حاليا. ليا طلب اخير. اتفضلي. العلوم الدوليه يا جماعه لابد ان تنتشر، الاعلام يسلط الضوء عليها، علشان هي دي اللي بتضبط سلوك البني ادم، تضبط استجابته، تجعله يفكر تفكير ايجابي، يجعله يمتلك طاقه ايجابيه، يجعله يتعامل مع المشاكل بشكل ايجابي. يبقى احنا هنعمل فقره ثانيه على هذا الموضوع، او هنعمل متابعه ممكن من حملات نهارك سعيد، نعمل حمله يعني غرس فكره الاهتمام بالعلوم الدوليه، مش بس على فكره للمعلم، لازم كل المؤسسات الشركات القطاع العام القطاع الخاص كله يكونوا يعني بيتحمسوا لهذا الموضوع، ويكون في تدريب للناس ديت، لان اعتقد ان دي خطوه مهمه جدا، لان أكيد. احنا بنحاول ننهض زي ما انت لان احنا في مرحله بناء ومرحله بالزبط. نهضه، وكلنا لابد ان نشتغل بهذه الطريقه. استاذه صباح ياقوت، مدربه العلوم الدوليه ورئيسه جمعيه رجال قادمون، يعني هو برضو انا لسه حاسس رجال قادمون ده مديحه يسري مش عارف ليه، بس ما علينا. يعني بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم، نورتي نهارك سعيد. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، نهاركم سعيد.